قامت أبرشية الكلدان في كركوك مراسيم أعياد الميلاد والتي اقتصرت على إقامة الصلوات والدعوات، وخلت هذه السنة من مظاهر الاحتفال تزامنا مع الأحداث والتظاهرات الجارية في أغلب المدن العراقية. واكتفى المسيحيين بالدعاء للعراق والعراقيين وأن يعم السلام والأمان. كما تعرفون أنه مراسيم هذا العيد اقتصر على إقامة الصلوات والدعوات في سبيل إنهاء هذه الأزمة المستعرة في البلد. لابد أنه الأمور تستعدل ويقوم العراق مرة أخرى صداحا معافا سالما يزهو ما بين الدول في هذه المناسبة بعد انتهاء هذه الأزمة. ولابد في هذه الحالة العودة إلى صوت الحكمة وإلى صوت العدالة وإلى صوت الضمير وتحقيق العدالة بين جميع الطوائف الموجودة والقوميات الموجودة في العراق. هذه السنة اقتصرت الاحتفالات على الصلوات من أجل العراق والعراقيين، وأعلن المسيحيون تضامنهم مع المتظاهرين وأن يعم الأمن والأمان على عموم العراق. راح تقتصر احتفالاتنا على الصلوات إلى رب العالمين بأنه نشوف العراق بسنة جديدة بخير وسلام وأمن وأمان. أمنياتنا بالعام الجديد أنه نعبر إلى سلم الأمان وأن يتحقق كل مطالب الشعب العراقي، وأيضا نتضامن مع المتظاهرين مالنا في ساحة الاعتصامات، ونطلب من الدولة المركزية أنه تلبي طلباتهم من أجل خير العراق. المحتفلون بأعياد الميلاد في أبرشية كاتدرائية كركوك أرسلوا بطاقات وأمنيات للشعب العراقي عبر قناة التغيير الفضائية. طفل المغارة هذا يكون فرح بكل بيت عراقي وبساحة التحرير، ويملى الفرح بساحة التحرير للشباب، وإن شاء الله طفل المغارة يوفرهم الأمان، العمل، المحبة، لأن المحبة اللي يجي بيها يسوع بهذا العيد هي راح تخلي كل الدنيا حلوة. هني الشعب العراقي عامة والشعب المسيحي بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح، وأتمنى يعم النصر والسلام والأمان للعراق، وأمنا وسلاما يا عراق. رسالة الأخوة المسيحيين للعراقيين هي السلام والأمان والمحبة والتآخي، وأن يعمل العراق السلام والأمان، وأن يكون عام الجديد عاما جديدا للعراق. عدنان جاف، فضاء التغيير، كركوك.